السلام عليكم الحباب ديالنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم اخر نهار في الفطار ان شاء الله، غدا غادي نقربوا من الله من الصيام والقيام. الله يثبت الاجر ديالنا وديالكم، ويجعلنا يا ربي من الصيام والقيام، ويكثرنا به الحسنات، ويدقلنا به، يديرنا في الميزان المقبول، ويغفرنا به الذنوب لنا ولكم والامه الاسلاميه اجمعين. اليوم كما كتشوفوا كنصاوب الشباك يا البنات، هيا الله كنعسل، انا كنجبد. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف ظريف. هذا عيب غش، بغيت نبارك لكم العواشر ونقول لكم رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الاحباب والاهل داخل المغرب وخارج المغرب. احبابنا فين ما كانوا، الاحباب ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب، كنتمنى لهم رمضان كريم على الاهل والاحباب جميعا، المتتبعين والمتتبعات ديالي اللي كيتابعوني دائما وكتشجعوني باللايكات زوينين ديالكم وكنحفزوني بهم وتخليوني نزيد لقدام. وشكرا لكم ورمضان كريم، ونتمنى لكم التوفيق كل سنه ان شاء الله يا ربي، يرفع علينا الوباء والبلاء ويرجع المياه الى مجاريها، ويكون هاد السنه هاد رمضان خير علينا يا ربي، ويجعلنا من الصيام ديالو والقيام. وشكرا لكم الحبايب ديالي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى يوم جديد وفيديو جديد، الى بقى العمر، ونتلاقاو ان شاء الله البنات.